السلام عليكم. اليوم الفيديو عن فيتامين د. فيتامين د هو فيتامين دهني بيتخزن بالدهون، عشان هيك بنلاقيه بنسبة كبيرة عند الأشخاص اللي صحتهم منيحة، بس طبعا الكمية المستهلكة بتنسحب بكمية قليلة. فيتامين د بيلعب دور كتير مهم بتوازن الكالسيوم بقلب الدم، وكمان بيلعب دور كتير مهم بامتصاص الكالسيوم والفوسفات والمغنيسيوم. طبعا نقص فيتامين د بالجسم بيترافق مع عدة أمراض، ممكن يعني نقصه بيسبب ممكن مثلا سرطانات، ممكن يسبب أمراض بالقلب، ممكن يسبب أمراض مناعية، ممكن يسبب أمراض عقلية، ممكن يسبب التهابات بالجسم. وبالتالي كتير كتير مهم نحن إنه نحافظ على مستوى فيتامين د بجسمنا، يكون لا زيادة ولا نقصان. بالنسبة للوقاية، أنا كيف بدي أقي من نقص فيتامين د عندي؟ بالنسبة للأشخاص اللي هن عندهم فيتامين د منيح، بكفي إنهم يتعرضوا لأشعة الشمس كل يوم، ولما بيتعرضوا لأشعة الشمس بيتعرضوا له مباشرة، لا بيحطوا واقي شمسي، لا من وراء الزجاج ولا أي شيء، مباشرة من الجلد للشمس. واحد بده يعمل تحليل فيتامين د حتى يحدد نسبته، كيف؟ المفروض يعمل التحليل مرتين بالسنة، أول مرة فصل الربيع قبل ما يدخل الشتاء لحتى نحدد أدنى مستوى من مستويات فيتامين د بجسمه. ثاني التحليل منحلله بيكون فصل الخريف لحتى نحدد أعلى مستوى من مستويات فيتامين د بجسمه قبل ما يفوت الصيف. من خلال هالتحليلين منحدد نحن نسبة فيتامين د عنده، قديش أقل نسبة وقديش أعلى نسبة، وعلى أساسه بنوصف له الدواء المناسب. الجرعة الزايدة من فيتامين د نادرا ما يصير مع الأشخاص سمية، طبعا الأفضل إنه إحنا نلتزم بالجرعة اللي كاتبها الدكتور بناء على التحليل اللي عملناه، التحليلين اللي عملناه خلال السنة. الأعراض ممكن تكون زيادة عطش، زيادة تبول، إمساك، هاي بعض الأعراض اللي ممكن تصير بسبب زيادة فيتامين د بالجسم. آخر شيء رح أحكي لكم عن المصدر الغذائي اللي موجود فيه فيتامين د. نحن قلنا أول شيء المصدر الغير غذائي للأشخاص الأصحاء اللي عندهم فيتامين د منيح إنهم يتعرضوا على الشمس، للشمس. طيب بالنسبة للمصدر الغذائي، الأسماك الزيتية مثل سمك السلمون، الحليب، عصير البردقان، في كتير أطعمة على فكرة بتقدروا تدوروا على النت تشوفوا شو مصادر الغني فيها، الأغذية الغنية بفيتامين د، بعض الحبوب والخبز كمان في فيتامين د. بتمنى لكم التوفيق وتضلوا بخير وصحة وسلامة.